يواصل الحجاج طواف الوداع في ثالث أيام التشريق وسط منظومة خدمية متكاملة، حيث تم تجنيد كوادر أمنية مدنية وموظفين لإدارة وتنظيم جموع الحجاج بالتعاون مع الجهات الأمنية، مع تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام. وأكدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق المرحلة الثالثة من خطتها لمرحلة ما بعد أداء مناسك الحج، التي تضمنت العديد من المبادرات الدينية والبرامج العلمية الجديدة. ويتوجه الحجاج بعد ذلك ممن لم يزوروا المسجد النبوي إلى المدينة المنورة للصلاة في الروضة الشريفة.